السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رشيد حبشي تاجر وخبير الأحجار الكريمة وتاجر ألماس الخام. يقول تشان تمر في القاعدة 27: ابدأ في الادخار منذ الصغر، أو علم أولادك هذا الأمر إذا ما فات أوان هذا بالنسبة لك. في الحقيقة أنا لا أحب فكرة الادخار، بل أحب فكرة الاستثمار. إذا الإنسان من الأحسن أن يبدأ الاستثمار منذ صغره، فيتعلم منذ صغره أن يتعلم كيف يكسب الأموال، يعني حتى لو أنه لم يكن عنده أي مال، في أي وقت يستطيع أن يستثمر ويتاجر ويربح المال. هذا أفضل من الادخار. أنا عندي مبدأ شخصيا، أستمتع بحياتي، لا أدخر المال مطلقا ولكني أستثمر. قد يكون الإنسان له استثمارات، عقارات، منازل، أشياء مثل هذه يحتاجها في وقت الشدة، أراضي، لكن ادخار المال أفضل من هذا هو الاستثمار. إذا كان هذا بخصوص قاعدة 27. لا تنسوا تضغطوا على لايك وسبسكرايب.